نلقاو قطاعات اللي لوبيات داخلة فيها، لوبيات اللي تستغل في الإدارة لمصالحها الشخصية. أنا نعطيك مثال بسيط جدا، هو قطاع الصيد البحري. احنا وقت اللي طبقنا القانون كما يلزم نطبقوه، نلقاو فما ناس تاخو في الوقود، والوقود هذا مدعم، ناس تاخو فيه بشطر الحق. هالوقود هذا كيف كبسنا الأمور، ربحنا الدولة في سنة 2023 من مارس حتى لديسمبر 10 مليون دينار. نزيدك حاجة أخرى، احنا فما ناس في هالفلوس هذا خذوا الوقود دون وجه حق، هو يسحق 500 اعطيناه 15000 بتواطئ من الإدارة، بعثنا الورقة قلنا له الدولة راهي تحب عليك 50000 دينار، مشى يجري وصب الفلوس هذه في القبضة. خاطر الناس عارفة رواحها غالطة، والناس عارفة رواحها اللي تو راه وقت حساب، اللي يعمل الحاجة يلزم يتحمل المسؤولية نتاعه.